احنا تعرفنا على مكتبة السيبورن وخدنا اللاين بلوت او اللاين تشارتس. بدنا نشوف البار تشارتس والهيت ماب. اللاين تشارتس والهيت ماب. هذا انا متى بستخدمه؟ عشان اعمل كومبير بين الاتريبيوتس نفسها وبين الكاتيجوري في نفس الاتريبيوت. طيب السيناريو اللي عندي هنا داتا ست جديده فلايت ديليز، تمام. الفلايت ديليز هاي شكلها زي هيك، شايف كيف شكلها؟ انت عندك في الاكسل اول عمود اللي هو عباره عن المانث 12 شهر، تمام. وعندك في بقيه الاعمده، الاعمده هو عباره عن الكود نيم للايرلاينز، يعني AA American Airlines، تمام؟ وكل سجل هو عبارة عن الديلي بالمينتس. في أنت عندك فاليو هنا بالماينس، إيش معنى هذا الكلام؟ إنه بالضبط وصلت مبكرة. فبالتالي أنا عندي إندكس كولوم إيش اسمه؟ المانث. بحمل الداتا سيت، هاي بستعرض البيانات، هي المانث 1 2 3 لغاية 12، وهي هنا هاي الفاليوز كلها موجودة. لاحظ انه في عندي هذه الايرلاين اليو اس ايرلاينز، هنا ما فيش، هنا عندي قيم، ما فيش رحلات يعني، تمام. نشوف البار تشارت. البار تشارت عشان اشوف الارايفال ديلي حسب الشهر ل لسبيريت ايرلاينز اللي هي الاس او الان كي، الكود تبعها ان كي. فبالتالي هنا حددت الفيجر سايز في البي ال تي والتايتل، وهنا انه ايش اللي اختلف علي؟ انه بدل لاين بلوت ايش صار؟ بار بلوت. بدل لاين بلوت هنا الداله في الاس ان اس، بدل لاين بلوت بار بلوت. ايش اديته؟ لازم ادي الاندكس للاكس والواي اللي هي الايرلاين اللي انا بدي اياها. فبطلع انا عندي بهذا الشكل. كيف ممكن افسر هذا البلوت؟ مره ثانيه باكد، احنا ما بديش شغلات تكنيكال، انه انت عشان ترسم، انه هاي الستيتمنت عشان ترسمها وخلاص، خد هاي الرسمه وخلاص، لا. لازم يكون في عندك السكيل تبعت التحليل. ايش التحليل اللي طلع معاك هنا؟ شهر 6 اعلى ديلي، غير هيك اقل حاجه شهر 10. طب ماشي، جبت اعلى حاجه واقل حاجه، بعدين كيف الديلي من شهر ايش؟ الاشهر بالضبط هي 5 و6 و8، تمام. شو السبب؟ شو السبب؟ في ضغط على الايش؟ كيف؟ موسم سفر، موسم سفر. ايش اللي بيصير في المطار؟ انت عندك لما تزداد عدد الرحلات بصير في عندك شغلات عرضيه، مثلا المدرج بيكونش فاضي، فبرج الطيران بقول للسواق خد لك لفه، تمام، عبال ما شو اسمه يفضى. فبالتالي عدد الرحلات بيأثر. فعدد الرحلات متى بتكون في بدايه الاجازه؟ 5 و6. 7 بيكون اللي سافر سافر، واللي ما سافرش ما سافرش قاعد، تمام. والتست و8 هي موسم العوده من الاجازات والعوده للمدارس، فبالتالي انه هذه برضه فيها ازدحام في الرحلات شهر 8، تمام. شهر 12 اعياد الميلاد، تمام. شهر 2 ليش في ديلي عنده في شهر 2؟ انت عملت كل حاجه عن بعد، هلقيت يعني
فصاروا انه حتى الفالنتاين بدهم يعني بدهم يسافروا عشان في اسباب ثانيه قد تكون يعني، بس مجرد انه هي تحليل بدك انه انت تطلع عليها يعني. تمام. لا يعني هذه الشغلات انه يعني بتقدر تقول انه انت سيرتن سم هاو انه هي فعلا فتره الاجازات، وهذا الكلام انت بتطبقه على اكثر من ايرلاين. لو كانت الفتره مثلا 5 و6 و8 هي اللي فيها اعلى ديلي، بتكون انه بتقدر تقول انه سم هاو يعني انه يعني اي ام سيرتن. لكن شهر 2 مثلا خد لك واحده ثانيه واحده ثالثه، لو لقيت انه بس هاي الشركه ممكن يكون انه في الشركه هذه اصلا في كان شو اسمه يعني انه فيها صيانه، فيها خلل، فيها شغله معينه. تمام. لكن بدك تعمم هذا الموضوع، ممكن انه انت تاخذ اكثر من ايرلاينز وتسوي هاي الشغله. تمام. طيب نيجي الان لنوع ثاني من الرسمات اللي هي الهيت ماب. والموضوع مش زي ما حكيت لكم، مش بس انه انا بدي ارسم. لاحظ انه انت عندك في البار بلوت ايش بتدي له؟ اكس وواي. اللاين بلوت ايش بتدي له؟ داتا. بار بلوت بتدي له اكس وواي، الهيت ماب ندي له الداتا. تمام. الانوتيشن بتساوي ترو انه هو يظهر لي الارقام هنا. ايش بيسوي في الهيت ماب؟ بروح بعمل لك طيف من الالوان. تمام. القيمه المتدنيه بتكون باللون الداكن، والقيمة العالية بتكون باللون الفاتح. فبالتالي انت لما بدك تيجي تطلع زي هيك على هدول الارقام، ضلك تطلع، بديش اقول لك ربع ساعة ولا تلت ساعة، ضلك تطلع ثلاث ساعات لغاية لما انت تقدر انه انت تفسر وتطلع نمط عام. لكن في الهيت ماب انت ايش عندك؟ عندك صارت الاشهر وصارت الايرلاينز كلها في خريطة واحدة هيت ماب. ساعتها الكلام اللي انت بتحكي عليه اللي هو في شهر 2، هل هذا بينطبق على كل الايرلاينز ولا بس على هذه الايرلاين؟ تمام؟ يعني في شهر 2 وين الان كي؟ تمام؟ هيها 16. تمام؟ لاحظ انه هي شهر 2 هذا الصف، في عندك اكثر من ايرلاين. يا اما بيكون في مثلا بريك في هذه الفتره، يعني في امريكا في عندك بريك، سبرينج بريك بكون في شهر 3، يمكن بيكون في اخر شهر 2، بعرفش. سبرينج بريك يعني عشان يطلعوا له في اول شهر 3 فهم بيطلعوا في اخر شهر 2. تمام. او ممكن يكون في سبب ثاني متعلق بالمطار، بعرفش يعني. ممكن اسال في هذا الموضوع، ليش في عندكم ديلي عالي في شهر 2؟ بجاوبوك او ممكن بيقول لك ان احنا بنعمل بنبدل كل عجال الطيارات مثلا. تمام. كيف؟ طيب نيجي للاشهر اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي شهر ايش؟ 5 و6 و8. تمام. هل شهر 5 و6 و8 في ديلي عالي في المعدل؟ طبعا هذه يعني هذه الفترة اللي باللون الأبيض لأنه ما فيش داتا، ما فيش رحلات. شهر 6 يعني في ألوان فاتحة لأكثر من خطوط طيران، هذه 14 دقيقة تأخير، هذه 20، هذه 88، هذه شيء لا يذكر. 10 دقائق، 36 دقيقة، 17 8. تمام. شوف لي هذا شهر 6. شهر 7 اخف شوي، هنا 6 14 14. شهر 8 برضه في ديلي عالي، 9 21 19. تمام. نعم. فبالتالي انه بينطبق على اكثر من ايرلاين. نيجي نشوف هذا الكلام بالنسبه للاشهر، اخذنا يعني بشكل افقي بالنسبه للاشهر. طب نيجي بالنسبه للايرلاينز.
مين أكثر شركات دائما إنه هم معروف عليهم إنه هم بتأخروا؟ تأخروا ولا بتأخروا معنى ذلك إنه بدك تدور على الإيش؟ على الألوان، الألوان الفاتحة، الأم كي، وإيش كمان؟ والأف 9 والأم كيو. وين الأم كيو؟ الأم كيو أوكي تمام. يعني شو كمان؟ اليو اي نوعا ما، والبي 6 ما تطلعش انه في عندها واحدة، بس خذ لك القراءة في عدة اشياء. تمام، هذه اكثر الخطوط. طب ماشي، ايش اكثر الاعمدة اللي داكنة؟ اي اس، مواعيدها مظبوطة. امريكان، امريكان اكسبريس ولا امريكان مش عارف ايش هذه. الاي اس هي اكثر وحده داكنه، في اتكن منها. تمام، فبالتالي الهيت ماب فعليا قدرت انه انت تحدد بالضبط. حل الاكسرسايز مع بعض على طول، مش هتركم انه انتم تحلوه، لانه انه البوينت هنا مش انه كودينج، كودينج سهل يعني، بس مجرد انه انت تحط هيت ماب او تحط بار بلوت وخلاص. لكن خلينا انه احنا ندخل مباشره على حل الاكسرسايز بهذا الشكل. طيب شوف السيناريو تبع السيناريو هنا، حاجه جديده بالنسبه لنا، دومين جديد، بعتقد انه انتم خبراء في هذا المجال. تمام، حاجات انت قررت انه انت بدك تعمل الفيديو جيم الخاصه فيك. تمام، تعلمت لك شويه على اليونيتي. تمام، هيك اختريت في نفسك فقلت ايش بدي اعمل جيم وانزلها على المتجر. تمام، بس ايش الجيم اللي انت بدك تعملها وعلى اي بلاتفورم تنزلها؟ فهذا الكلام بدك تعتمد فيه على تحليلات من هذا السايت اللي هو IGN Game Reviews. هذا عبارة عن ويب سايت بروح بعمل لك مراجعات لكل الجيمز المشهورة الموجودة. تمام، فانت على سبيل المثال هاي الجيم، هاي المراجعات تبعتها، هذه كافريجز طبعا بطبيعة الحال. هاي الويب سايت، هاي اللينك تبعه، إذا أنت جيمر يعني جيمر عن جد يعني، ممكن تشوف تطلع هناك وتشوف المراجعات للجيمز هذه عشان تختار لك جيم جديدة. خلينا نعمل السيت اب ونحمل البيانات اللي هو IGN Scores. تمام، هنا بحكي لي حسب ما هو طلب إنه اقرأ لي البيانات هذه في متغير اسمه IGN Data، واستخدم البلاتفورم هو الاندكس. فخلاص انا على طول بسمع الكلام وعملت هذا الكلام وشوف لي البيانات، اعمل ريفيو للديتا. هاي ديسكرايب، جاب لي في الاعمده عباره عن انواع الجيمز. تمام، والستاتستكس تبعتها اللي هي الكاونت. انا عندي 21000 سجل، لا 21 سجل عفوا. تمام، عندي المتوسط، متوسط للريفيو للسكور يعني، والستاندرد ديفيجن والمينيموم والماكسيموم. المينيموم السكور هو السكور من 10، هيو حكي هذا الكلام هنا انه انت عندك السكور الفاليو تبعته من 0، معنى الكلام انه هذه الجيم ديزاستر، حاجة كارثية على الاخر. تمام، وفي عندك 10 ماستر بيس، يعني الجيم هذه تحفة. تمام، طيب شوف لي شكل البيانات كيف. انت عندك هنا 21 صف، كم عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الأعمدة بتمثل ايش؟ نوع الجيم، هل هي استراتيجي جيم؟ هل هي لعبة سبورت فيفا يعني ولا كرة سلة؟ هل هي سيميليشن، لعبة طخ، لعبة سباقات، ار بي جي؟ انا شخصيا مش عارفها، فانتوا خبراء يفترض تقولي ايش الار بي جي جيمز. لا
مش جيمرز، مش جيمرز. كيف؟ رويال ايش؟ زي ببجي، هذه نوعها ار بي جي. بازل، بلاتفورمر، فايتنج، ادفنتشر، اكشن، ادفنتشر واكشن لحال. في عندك ثلاث فئات، ادفنتشر لحال واكشن لحال والاثنين سوا اكشن ادفنتشر. وبعدين عندك الصفوف هنا للبلاتفورم. دريم كاست انا بالنسبه لي شخصيا ما بعرفش الا البلاي ستيشن، تمام، والاكس بوكس، وطبعا انه الموبايل بلاتفورم سواء كان انه انت بتشغلها على اندرويد ولا على ايفون، تمام. الاكس بوكس بانواع والبلاي ستيشن. في عندك دريم كاست والجيم بوي ادفانس، هدول شغلات انا مش عارفها شخصيا، ولكن هي عباره عن بلاتفورم للجيمز. سويتش يعني مش جوال للمكالمات بس للجيمينج، تمام. فانت الان السؤال، اللعبه اللي انت بدك تعملها، اللي انت انغريت في نفسك واخذت في حالك مقلب وقلت انه انا شاطر في الجيمز، تعملها على اي بلاتفورم وايش النوع تبعها؟ تعملها سبورت ولا فايتنج ولا ايش بالضبط؟ طبعا هذا الكلام بناء على الناس ايش بتحب، ايش البلاتفورم اللي بتحبها وفيها ريفيو كويس، وايش نوع اللعبه اللي بتحبها، تمام. فهذا الكلام ممكن نحن نشوفه وين؟ في الفيجواليزيشن. طيب خلينا ننتقل للسؤال. السؤال ايش بيقول لك؟ طبعا السؤال بيحكي لك هنا انه بناء use data to answer the question below، يعني بدك تجيب هذه البيانات من الجدول تشوف الاسئله ايش بحكي لك. What is the highest average score received by PC games؟ المنصه تبعت البي سي هذه ايش اعلى average جابته؟ بتصير تدور 6 8 7 3 زي هيك، او ببساطه ايش بتروح بتجيب، انت جبت السجل هذا وجبت الماكس، هيو 7.599 الى اخره، تمام. فبالتالي هاي الجواب تبعها زي هيك، ممكن انت تحط 7.7599 او انه تجيبه بالكود بهذا الشكل. السؤال الثاني، في البلاي ستيشن ايش نوع اللعبه اللي حصل اقل سكور، تمام. روح لي على البلاي ستيشن، هاي بلاي ستيشن بس، وحده البلاي ستيشن ولا بلاي ستيشن مع نمبر، بلاي ستيشن فيتا بلاتفورم، فيتا بلاي ستيشن فيتا هذا، تمام. ايش اقل سكور؟ هاي في عندك 5، في شيء غيره؟ 5 اللي هو وين؟ في السيميوليشن. فبتحط هنا انت عندك الجواب سيميوليشن بشكل مباشر، او بتروح بتجيب هذا الكلام بالكود. رحت جبت الصف تبع البلاي ستيشن فيتا وقلت له اي دي اكس من، طبعا باللوك بتجيب لك الاندكس تبعت اقل فاليو، الاي دي الاي دي الاي دي اكس ماكس بتجيب لك الاندكس تبع الهايست فاليو. هنا بده يرجع رقم، بده الفاليو تبعتها، فجيب لي الاندكس برجع لك الفاليو، تمام. هاي تشيك يور انسر كوركت، ويتش بلاتفورم از بيست، ايش افضل بلاتفورم اللي بيكون التقييمات تبعتها احسن حاجه في كل انواع الالعاب. هذا كلام ببين في ايش؟
في الهيت ماب بالضبط، او في البار بلوت. تمام. عفوا السؤال كمان مره انه which is the best platform، هذه بتنجاب كلها globally في بالهيت ماب، بس هو مقسم السؤال لبارتس. هنا بحكي لك انه في للريسنج العاب السباق ايش افضل بلاتفورم، البي سي ولا البلاي ستيشن ولا الاكس بوكس ولا ايش بالضبط؟ فهذا كلام بروح نعمل بار بلوت، بروح فعلا بقارن اللي بيناتهم. ايش رايك؟ ايش اعلى واحدة؟ الاكس بوكس 1. يبقى في السباق الاكس بوكس 1 احسن واحدة. بارت بي بحكي لك انه هل بتتوقع انه الريسنج جيم للدبليو اي اي بلاتفورم تو ريسيف ا هاي ريتنج؟ لا، دبليو اي اي هيها اقل واحدة، اسوأ واحدة فيهم في العاب السباق. تمام. ايش البيست الترناتيف؟ اللي هي الاكس بوكس 1 بالضبط. اول بوسيبل كومباينيشن، هذه بدها هيت ماب بالضبط. يوز ذا داتا تو كرييت هيت ماب اوف افريج سكور باي جينر اند بلاتفورم. عليكم السلام. في نقطتين هنا. تحت يكون ايش؟ بس هذا للريسنج بس. انت بدك لكل انواع الالعاب؟ لا. البي سي لحالها؟ لا، كل انواع الالعاب. وش؟ خليني أتأكد إنه هذا كلام صحيح. انت بدك ان انت عشان انا اعرف انا ايش اديله في الاكس، انت ايش بدك في الـ في الواي؟ ايش بدك انواع الالعاب؟ شفت الهو على البي سي. اذا الاكشن انواع الالعاب الاكشن هذا بده هي الاكس. والأرقام هذه بتبقى تبيها البي سي. هي عبارة عن سجل، هاي فيها أنواع الألعاب. تمام.
كيف؟ لا بالعكس، ايه المشكلة انه في لما احط افتح لك الايمج في واحدة تانية، هاي الاكشن، هاي هذه هنا بي سي، شايف؟ ممكن انا اصغر الرسمة، انا ليش حاططها 30؟ افترضت انه 16 هيك نوعا ما افضل، او حتى ممكن اصغرها كمان انه 10، والارتفاع خلي الارتفاع مش مشكلة. هيك صار تدخل شوية 15. هاي انت عندك البي سي وهي السكور زي هيك، تمام. في البي سي ايش في انت عندك؟ الار جي بي، تمام. انت بس انه انت بتحدد له انه هدول السكور بالضبط، عفوا في الاكس اللي هو الافقي، انا بدي اسماء الاعمده، اسماء الاعمده اللي هي عباره عن انواع الجيمز، تمام، والسكور اللي هي عباره عن اللوك الفاليوز هدول. طيب نرجع للهيت ماب، هنا بحكي لي انه ايش البيست all possible combinations. هنا نبدا اضطر اصغر الرسمه شويه، احط 16، ممكن اصغرها كمان، احط 10. هيك نوعا ما كويسة، ممكن هي 10. اوكي طيب اطلع لي على الرسمة هذه كويسة. انا السبيكترم انا عندي هيو اللون الداكن لو ريفيو، واللون الفاتح هاي ريفيو، هاي السبيكترم، هاي طايف الالوان انا عندي، تمام. فبدي اياك تطلع على ايش، بس هيك احنا مش حنجيب الكاتيجوريز. اوكي تمام، ايش رايك في هاي الرسمه؟ ايش افضل بلاتفورم؟ طلع لي على الصفوف، وبدي اياك تجيب لي افتح صف. بلاي ستيشن 4 غيره اكس بوكس 1، ايش كمان؟ دريم كاست وضعه كويس، تمام. احنا شاكين في هدول الثلاثة، انه انت بتقول انه هذا افتح اشي، وبلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 والايفون برضو نوعا ما، تمام. طيب هاي البلاتفورم الافضل في كل انواع الجيمز. نيجي الان لا
ايش افضل او ايش اكثر جيم لها يعني اعلى ريفيو بتكون مفضله؟ ار بي جي افتح وحده. ايش كمان العمود الثاني؟ اكشن اند ادفنتشر. شو كمان؟ فايتنج فايتنج فايتنج. لا في شغلة سودة ذاك كتير. طيب كنا نقول انه ايش افضل بلات، ايش افضل نوع؟ حكينا انه الادفنتشر والاكشن هذا ما فيش فيه جدل. شو كمان؟ عفوا افضل جيم، افضل نوع جيم الادفنتشر والاكشن هذا انه هيو فاتح اكثر شيء، هذا ما فيش فيه جدل. ايش كمان؟ الار جي الار بي جي. شو كمان الخامس؟ بلاتفورمر. اوكي هو ولا الاستراتيجي؟ طيب أنا إيش بدي أسوي؟ أنا بدي أرسم شغلات مخصصة لهدول عشان إنه أنت تقدر السبيكترم حيختلف، طيف الألوان حيختلف معك. أوكي؟ شوف إيش حسوي. إحنا حكينا إنه بالنسبة للبلاتفورم، خليني أجيب لك، أجيب شغلتين، بدي أجيب الـ IGN data columns وبدي اجيب ال id data.index. تمام. وحكينا بدنا نعيد الهيت ماب هاي احنا بدينا في قصة البلاتفورم صح؟ حكينا انه ايش افضل ثلاثة بلاتفورم، شكينا في ثلاثة اللي هما لا ار جي بي نوع جيم بلاتفورم، بلاي ستيشن 4، اكس بوكس 1 ودريم كاست. تمام. فهدول ما دام انه هما في صفوف فبدي اقول له دوت لوك واقول له انه لو سمحت جيب لي اياهم وهيهم في لستة. ايش هما اللستة هذه؟ اللي هي دريم كاست. ايش كمان؟ بلاي ستيشن 4. ايش كمان؟ اكس بوكس 1. اختلف الطيف ولا ما اختلفش؟ مين افضل من هذول الثلاثه؟ الالوان اللي على ال سي دي. طب ممكن تعمل الرسمة بشكل سريع عندك على النوت بوك وتشوف عندك على الجهاز؟ مين شاطر في الألوان؟ احنا لو بدينا نعد المربعات الفاتحة هاي واحدة تنتين ثلاثة. تمام؟ هذه هاي واحدة تنتين. انا في عندي هذه الفاليو كتير عاليه 9.2 هي اللي رفع السكور تبعتها. تمام. وعندي هنا المربعات الفاتحه في الاكس بوكس لو بدي اعد بالطريقه هذه هي 1 2 3 4 5 فواضح جدا انه الاكس بوكس هو اللي له افضل ريفيو مع اكثر من نوع لعبه. ليش؟ لانه هاي زي ما حكيت لو انا بدي اتحرك بهذا الاسلوب انه حكيت انه انا عندي عدد المستطيلات او المناطق الفاتحه هي 1 2 3 4 5 5 اما هنا هي 1 2 هنا 1 2 3. وهذا الكلام احنا ممكن نجيبه كيف؟ باستخدام الافرج. باستخدام الافرج يعني بدي اقول زي هيك دوت مين
متوسط 7.4.1 هذا دريم كاست. الثاني اللي وراه بلاي ستيشن 4. كيف؟ قصدك الافريج؟ اوكي. اوكي. بوركوا با؟ بس خليني اجيب الفاليو صرت انه انا عاملها وهي الثالثة. الثالثة اكس بوكس. كيف؟ بلاي ستيشن 4 ما هو عمل لي انتربت وانا قاعد بنسخ تمام ففاجأتني يعني الصحيح. اوكي هذه بلاي ستيشن 4 41.6 هنا 41 هذه 7.7 7.4 7.1 هنا 7.0 4 7.1 يبقى الاكس بوكس 1 تمام. اجت بدك تعمل بلوت لهذا الكلام اسانس دوت بار بلوت بدي احكي له انه الاكس بتساوي هذول القيم الثلاثة تمام. هاي بدي احكي انه اي بتساوي بي بتساوي سي بتساوي اي انه عشان تطلع القيمة محفوظة وهنا بي وهنا سي. فالاكس بحط له اياها از ليست اي بي سي والواي هي عبارة عن اسماء الاعمدة هدول الثلاثة اللي انا عملت لهم اوريدي فلتر هنا بالعكس. هذا واي وهذا الاكس تمام. المنافسه شديده بين الدريم كاست والاكس بوكس 1 الفرق لا يذكر. هذا 7.1.4 بالضبط 7.1.4.6 هذا 7.1 هنا 6 وهنا 4 اوكي اوكي الفرق 3% في غلط في الموضوع. اوكي اوكي لا 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 في غلط في الترتيب. هجيت ال A يفترض بلاي ستيشن بلاي ستيشن يبقى سلامت البلاي ستيشن يبقى المنافسة شديدة بين البلاي ستيشن والإكس بوكس 1 تمام والدريم كاست تمام. هذا كلام احنا ممكن نعمله ليش؟ انه اعمل نفس هذا الكلام انه انا بدي اجيب الهيت ماب للبلاتفورمز لا عفوا لنوع اللعبة وحكينا انه ايش هم الاكثر ثلاث العاب RGB Action Adventure وايش كمان؟ ايش الثالثة اللي شاكين فيها؟ استراتيجي ولا ايش؟ استراتيجي ار بي جي. اوكي
نرجع مرة ثانية نرسمهم. هاي بدي أكرر الكولومز. وهنا الرسمة هاي بدل ما يصير لوك بده يصير انه أعمدة عادية، والأعمدة هذه ايش هي؟ Action Adventure. We are كيف؟ والثالثة استراتيجي. تكون دخل واحدة رابعة شاكين فيها احنا. بلاتفورمر. حطها هنا. ايش رايك؟ مربعات الفاتحة يعني هدول الاثنين اللي على اليمين بدي اقول انهم من برا الحسبة، الدواكن اللي فيهم يعني كثيرة. ال RGB وال Action Adventure فيهم نقطتين سوداويتين تمام؟ ومتساويات. ايش بضل؟ نعد الفاتح. طيب هاي واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. هنا واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. واضح إنه ال RGB، فممكن إنه إحنا نجيب المين تبع كل واحدة بين هدول التنتين. والثانية اللي هي Action Adventure. ثلاثة وخمسين وخمسين. RGB هي كانت متوسط انه هي افضل بلاتفورم. تمام؟ هنا أنا بقارن بين تنتين. الأكشن والفايتنج. أكشن ولا فايتنج؟ فايتنج. فايتنج أفتح أكثر. أكشن ولا RGB؟ RGB أكيد فاتح أكثر. طب RGB ولا فايتنج؟ RGB. بتلاحظ انه طيف الالوان بيختلف حسب البيانات تبعتك، تمام؟ حسب الرينجز، هذا السبيكتروم بيختلف حسب الرينجز، تمام؟ فهنا واضح جدا. قلت لو انا اخذت الارقام تبعت هذه والارقام تبعت هذه ولا يستحيل اقدر انه انا اميز بيناتهم، لكن هنا فعلا انه واضح انه هذه افتح من هاي، يبقى خلاص هذه الريفيو تبعها انه هي افضل. اوكي، هذا الكلام احنا عملناه اوريدي بين الثلاثة هدول وجبنا المين تبعهم، هذا اوريدي عملناه. نيجي لبارت بي. بارت بي اللي هو which combination general platform received the highest average rating، واي واحدة هي اللوست. بدي ارجع للهيت ماب الاصلية. ايش افتح مربع هنا؟ افتح مربع قيمته 9.2 سيميوليشن مع
بلاي ستيشن 4. ايش اسوأ حاجة؟ ادكن واحدة جيم بوي كولر مع الفايتنج وال الخمسة بوينت واحد ولا أربعة بوينت واحد؟ مين الأقل؟ الأربعة أقل ولا الخمسة؟ انت متعمد انه انت تقولها غلط عشان بدك تطلع بريك من غير ما تعمل. يقول بدي اطلع بريك يا استاذ بطلعك. تمام. فأربعة ونص في الجيم بوي كولر في تو بلاتفورمز اللي هو الفايتنج مع الشوتر. اوكي فهي جواب البارت بي اللي هو اخر سؤال. فممكن انه احنا ندونها كملاحظة هنا كمارك داون ونقول انه البيست كومباينيشن ار جي بي with بلاي ستيشن 4. متأكد؟ والأسوأ combination اللي هي game boy color plus fighting plus اوكي هيك بنكون خلصنا. بدنا نروح على السكاتر بلوك بلوت. شيرت بابليك 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 كيف؟ جيت هيو هنا تاخذها بتنزل تعملها داونلود من هنا. تمام تفتح عليها زي هيك يعني مثلا اي جي ان سكورز وبتعمل داونلود. هاي زي هيك وهاي جو تو فيور. هذه فيرجن 4. فيرجن 4 اوف 4 لا ببين. تقدر تختار اي فيرجن بدك اياها على ما اعتقد.